ورجعنا مع حضراتكم من جديد في هذا الصباح، ولسه خدمتنا الإخبارية كمان مستمرة، وخدمتنا اللي بنقول لكم فيها معلومات مختلفة زي الطقس زي الرياضة وما إلى ذلك. كمان بيبقى عندنا خدمة المرور اللي بقت مختلفة معانا كمان يا نهى، وبقى بقينا من جوه من جوه الإدارة نفسها بتاعت المرور. خلونا نروح دلوقتي البث مباشر لكاميرا إكسترا نيوز، وده للتعرف على الحالة المرورية في القاهرة الكبرى من مقر الإدارة العامة للمرور مع مراسلة إكسترا نيوز الزميلة جاكلين ماهر. صباح الخير. صباح يا الخير جاكلين. صباح الخير عليكي نهى، وصباح الخير عليك يا محمود، صباح الخير على كل مشاهدي هذا الصباح. نشرة مرورية جديدة بنقدمها لحضراتكم من داخل الإدارة العامة للمرور، ولكن هذه المرة بمحافظة الجيزة. سنتعرف معا عن أهم المناطق التي بها سيولة مرورية والتي بها كثافة مرورية، وما هي الطرق البديلة عن هذه الطرق التي بها كثافة. وهذه الكثافة بترجع طبعا، بنعلم أن يعني مع الموسم الدراسي بيكون هناك بعض الشيء في الكثافة المرورية، بالإضافة إلى بعض الأماكن التي بها توسعة ورفع كفاءة. سنتعرف سويا الآن عن أهم الميادين في محافظة الجيزة. بنبدأ من ميدان سفنكس، وبنشهد فيه كما نلاحظ في هذه الشاشة انسيابية مرورية، هذا الاتجاه الذي يتجه إلى شارع أحمد عرابي، بالإضافة إلى الكوبري الذي يتواجد هنا في يعني أعلى ميدان سفنكس، هو كوبري 15 مايو، والمتجه من الجيزة إلى القاهرة هذا الاتجاه بيشهد فيه يعني أحجام مرورية فوق المتوسطة بعض الشيء. وأما العكس الاتجاه الآخر من الجيزة إلى القاهرة بنشهد فيه انسيابية مرورية. هذا الاتجاه الذي به نشهد فيه في هذا الصباح يعني كثافة مرورية بعض الشيء، البديل له كوبري 15 مايو، البديل له هذا الميدان، ميدان مصطفى محمود وشوارع جامعة الدول العربية، بنشهد فيها انسيابية في كافة المناطق المؤدية له، ونستطيع من خلال جامعة الدول العربية ننتقل ونأخذ كوبري 6 أكتوبر الذي بيشهد كما نلحظ في هذه الشاشة انسيابية في الاتجاهين. أما ننتقل إلى يعني منطقة أخرى وهي يعني محور صفت اللبن، نشهد في الاتجاه من يعني الدائري، بيربط هذا المحور الدائري بمحافظة أو بمحافظة الجيزة، وتحديدا المتجه من الدائري لجامعة القاهرة، بنشهد في كثافة مرورية متوسطة إلى مرتفع بعض الشيء، وهذا طبعا بيتزامن مع دخول طلاب الجامعات إلى الجامعة جامعة القاهرة. أما الاتجاه الآخر بنشهد فيه انسيابية، لا يوجد يعني عوائق في هذا الاتجاه. أما سننتقل إلى منطقة أخرى تدريجيا عن كوبري عباس، وكما نلحظ في الصورة يعني انسيابية كبيرة في مختلف الاتجاهات، بالإضافة إلى كوبري يعني كباري الجامعة وكوبري الجلاء، بنشهد فيها برضو انسيابية كبيرة في هذا الاتجاه. أما نتجه إلى ميدان الرماية، ميدان الرماية كما نلاحظ في الصورة يعني انسيابية كبيرة في الاتجاه من طريق الإسكندرية الصحراوي متجه إلى الفيوم، طريق الفيوم بنشهد فيه يعني انسيابية في كافة الطرق، ورغم يعني أعمال الإنشاء للخط الثالث لمترو الأنفاق بتتم في هذه المنطقة، ولكن بنشهد الأعمال يعني أو الكثافة المرورية منخفضة تماما وفي سيولة مرورية. نتجه أيضا عن ما زلنا في ميدان الرماية، وهذه المنطقة منطقة يعني حدائق الأهرام، بنشهد فيها سيولة مرورية كبيرة في الاتجاهين كما بنلحظ في هذه الصورة. أيضا في هذه الشاشة بنجد هذا الميدان، ميدان الحصري ومناطق أو مناطق أكتوبر، بنشهد فيها في مختلف المناطق يعني انسيابية كبيرة كما نلحظ في هذا الميدان. وبهذه يعني إطلالة سريعا أهم المناطق في محافظة القاهرة، طبعا جدير بذكر أن يعني
الإدارة العامة للمرور بتقدم خطوط ساخنة وأرقام للاستغاثة ومتابعة أي من العوائق أو المعطلات التي يعني تشغل الطرق. هي 136 هو الخط الساخن، بالإضافة إلى 122 ثلاث وحايد 4 أصفار هو هذا الرقم أيضا الذي يستطيع المواطن اللجوء إليه في أي من العوائق التي تعوق هذه الطرق. أيضا من ضمن الالتزامات أو الإرشادات التي تقدمها الإدارة العامة للمرور، بنتحدث عن بعض الإرشادات التي تهيبها يعني الإدارة العامة للمرور للمواطنين، هو الالتزام بالحارة المرورية والالتزام طبعا بارتداء الحزام، حزام الأمان والسرعات المقررة في أهم الطرق التي بها سرعات مقررة يعني تجنبا لأي من المخالفات، بالإضافة يعني إلى الالتزام للمشاة بعبور بالمناطق لعبور المشاة حتى طبعا لا تحدث أي من الحوادث على الطرق، وتجنب طبعا أي من المشكلات على الطرق، وأيضا أماكن الانتظار، انتظار السيارات على المواطنين وقائدي المركبات، الانتظار في الأماكن المخصصة لمنع التزاحم ويعني يكون هناك أي أعطال على الطرق الرئيسية والمحاور. وبهذا يعني نهى ومحمود هذه يعني إطلالة سريعة عن محافظة الجيزة وأهم المحاور والطرق الرئيسية فيها واللي بتشهد فيها في معظم المناطق، هي مناطق بها انسيابية كبيرة في الحركة المرورية. ربما هذه أبرز التفاصيل والكلمة تعود إليكم. شكرا طبعا يا جاكلين على العرض المفصل لخدمتنا المرورية وطبعا في القاهرة والجيزة وأهم المحاور وأهم الكباري اللي بقت الحمد لله خدمة مميزة بنحاول نوصلها لمشاهدينا في هذا الصباح. شكرا لك طبعا. شكرا لك يا جاكلين. شكرا جزيلا.